الله تبارك الله، هذا حلى عيش السرايا بالتوست المقمر. وراح انزلكم الان الخطوات، بس الان لانه برد وزينته. وبسم الله الرحمن الرحيم نسوي طبق الحلو. هذه هنا شرايح توست بس ترى بر اسمر، وحطيته في القلايه من دون ولا شيء، نبغاه كذا ياخذ قرمشه ويسمر يعني يحمر. بعد كذا راح نسقيه بخليط، اوريكم. هو هذا سكر الكراميل الجاهز اللي يجي مع الكريم كراميل، او كرملي سكر شوية على النار وحطي عليه شوية شيرة وموية، وعلى النار قلبي كذا، بس نبغى اللون يكون الاسمر هذا. بعد ما تطفي النار او حتى هو على النار، قطعة زبدة صبينا على التوست ونبغاه يشربه تمام تمام، اعطيه وقته وخليه الين تلاقيها خلاص كلها شربت موية الشيرة المكرملة، ونضغطها كذا نتأكد انه صار لين التوست من تحت، نخليها لين ما تشرب تماما الشيرة. بعد ما تتشرب قطع التوست كل الشيرة، نكون جاهزين المهلبية العادية حقتنا. بعد ما نطفي النار عليها، تحط عليها شوية قشطة ومع بعض تضربيهم، ونحط شوية موية زهر، ونحطها طبقة فوق التوست وندخلها الثلاجة تبرد تماما. وقبل التقديم بس حنحط عليها قشطة على الوجه، قشطة العادية، وفستق ونزين فيها. وبعد ما بردت نحط عليها طبقة قشطة جيمر، قشطة عادية اللي ودك، ونزين الوجه ونغطيها بالفستق وندخلها مرة ثانية الثلاجة، وقبل التقديم نزينها بزهر الليمون ونصب عليها شيرة